قناة شباب الاثني، والسلام عليكم. كشفت صحيفة سعودية أن شخصا اقتحم أحد الأندية الرياضية جنوب غرب العاصمة الرياض عقب صلاة العشاء من يومه الأحد، وسدد طعنة تسببت بمقتل مدرب من جنسية مغربية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله للمستشفى. وتابع ذات المصدر أن الجهات الأمنية قامت بالتحفظ على موقع الجريمة وإغلاق النادي لإكمال الإجراءات المناسبة ومعرفة أسباب ودوافع الجريمة. من جهتها قالت صحيفة عقاد نقلا عن شاهد عيان أن النادي يقع في حي السويدي، وأن المدرب الذي لم يكشف عن هويته حتى الآن قتل داخل صالة نادي الحديد لكن دون الإشارة إلى جنسيته، واكتفت الصحيفة بالقول أنها عربية. هذا وسقط المدرب في الموقع المخصص للسباحة والدماء تنزف منه، فيما واصل الجاني توجيه الطعنات إلى المجني عليه الذي لم يستطع الدفاع عن نفسه، يضيف ذات المصدر. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. إلى اللقاء.